يعني. كابتن ابراهيم، اخيرا عدم دعوه كابتن حسام وكابتن ابراهيم لاختيار الافضل او مباراه الاساطير وحاجات كده اللي حصلت في الفتره الاخيره، تعليقك عليها ايه؟ عدم احترام. انا اقول عدم احترام لان في كلمه ثانيه المفروض لا انها خلينا تبقى قله حاجه. لا خلاص لا خلاص يعني هي عدم احترام للتاريخ حاجة وعدم تقدير وعدم نظر وعدم يعني ما فيش يعني. اقول لك حاجه، دي مضايقاكوا؟ دي مضايقك كابتن حسام ومضايقك؟ اقول لك حاجه مهم، احنا والله والله انا وسام ما مركزين معاه خالص. يكفي ان الناس الجماهير المحترمه اللي في الشارع البسيطه اللي جماهير الكره المصريه هي اللي بترد غيبتك وهي اللي تاخد حقك ومن عند ربنا، دول ده هو ربنا اللي مسخرهم. تمام. انما هم اللي بيجيبوا لك حقك وهم اللي بيقول لك ان الناس ان انت ما تزعلش، ويعني انك طلع لما بتطلع لعيبه ما خلاص بتطلع او عدم التقدير خلاص هتقول لي بس انا عايز اقول لك حاجه بس عايز اقول لك حاجه انتوا دايما دايما تقديركم والاحساس بقيمه كابتن حسام وكابتن ابراهيم بتاخدوها في الشارع مع الناس مع الجماهير على الارض، يعني انت بتاخد حقك اول باول، انت واخد بالك؟ فدي ما تضايق يعني ما تضايقكش كتير. ما هي ده الكرم الكبير عند ربنا. يكفي ان حسام حسن الدعوه جات له في كاس العالم في روسيا، ايوه حقيقي، مع الاساطير، ايوه، مع المجموعه اللي هي متربصه دلوقتي، كانت بتقعد تتفرج عليه من بره الباب وهو قاعد في الترابيزه بتاع الاساطير اللي ما في اللي بيليه ومارادونا ومصر والناس مع بوتين والناس اللي كانت مسؤوله كانت واقفه بره، ما ينفعش تخش حقيقي. ما ينفعش تخش، ده حقيقي. والناس اللي كانت موجوده كلها كانت طبعا الاتحاد الكره الموجود ما ينفعش يخش جوه يبص على الترابيزه دي من بره او القاعه دي، لان كانت مخصصه ليهم بس، وانت عارف كده وانت كنت موجود في روسيا. كابتن ابراهيم بشكرك شكرا جزيلا جدا، وستظل كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن اسطورتين من اساطير الكره المصريه، لان انتوا اديتوا للنادي الاهلي واديتوا لنادي الزمالك واديتوا لمنتخب مصر عطاء وحب واخلاص وتفاني. كابتن حسام وكابتن ابراهيم حدوته ثانيه في حته لوحدهم خالص، طبعا مع احترامي لكل اللعيبه في الرياضه المصريه وفي الكره المصريه.